أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا ومهما الأيام تقسى الأيام أنستي سادتي برعاية محلات تيسو اي صالون ماروكان ميدا الموجود على 99 شابانا الوست قريب من شارع سان لوران وسويت 444. مساء الخير سادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا مع تلفزيون المغرب العربي الكبير. نحن دائما سعداء أن نلتقي معكم أسبوعين في برنامج مغاربي فهو منكم وإليكم. دائما نتمنى أن نسمع أصواتكم وتتصلوا بنا وتقترحوا علينا، ونحن سعداء أن نلبي طلبات كل مشاهدينا في كل مكان. هذا الأسبوع قبل ما نبدأ بتقديم البرنامج نحب نقول لكم ما تنسوا اللي ممكن تشاهدوا البرامج التي مرت دائما على إن كان على الفيسبوك تبعكم، تحطوا في الريشيرش تحطوا تيلي دي غران ماغريب عرب أو ماغريب فيزيون أو على اليوتيوب كذلك نفس الشيء، وممكن تشاهدوا كل البرامج التي مرت. وحاليا احنا في الحلقة رقم 14. هذا الأسبوع بالطبع وجود أول طائرة تونسية تجارية يوم 24 من شهر أبريل الماضي حطت بالأراضي الكندية، فهذا اليوم التاريخي للجالية التونسية ولتونس ككل ولكل الجالية العربية، هو حدث كبير جدا وتاريخي في نفس الوقت، لأن لأول مرة باش تكون طائرة تجارية بين تونس ومدينة مونريال. تلفزيون المغرب العربي الكبير كان في الموعد، كنا في مطار بيير إليوت تريدو، انتظرنا الناس اللي نزلوا من الطائرة، حبينا ناخذوا انطباعاتهم وأراهم كيفاش كانت السفرة بين تونس ومونريال. جاءوا العديد، أكثر من 150 شخص جاءوا من تونس، في عائلات، فيه العديد من رجال الأعمال كانوا متواجدين، مجموعة كبيرة من الصحفيين للعديد من التلفزيونات، التلفزيون المتوسط في تونس والقناة الرسمية تبع تونس، تونس واحد واثنين، وكذلك عدد من الصحفيين من الصحافة المكتوبة والمرئية كذلك، وتلفزيون المغرب العربي كان موجود لتغطية هذا الحدث. من الناس اللي كانوا موجودين لاستقبال الطائرة هو سعادة السفيرة التونسي السيد رياض السيد، وكذلك قنصل تونس بموريال السيد العربي نهرو، والعديد من ممثلي الشركات، منهم سلطان عطور السيد بشير فلفول اللي هو حاليا ورسميا هو ممثل شركة سيفاكس أرلاين في كندا، يعني كل الحجوزات تمر عن طريق سلطان عطور اللي صاحبها مثل ما قلنا السيد بشير فلفول، وممثل كاس دي جاردان دو بروسار السيد شهاب شرشور كان موجود كذلك، وقادما من تونس السيد فريد فتني ممثل شركة سيفاكس إيرلاين في باريس، كان هو اللي يمثل الشركة في الاحتفال الكبير اللي كان داخل المطار في القاعة الشرفية، وكانت ندوة صحفية ما شاء الله الجاتو بطريقتهم الخاصة بالطائرة سيفاكس إيرلاين، وجاءت من تونس. هذا النوع من الجاتو كان مميز على فكرة وممتاز ما شاء الله وطيب جدا. وكنا متواجدين والتقينا
مع كذلك المسؤولين على المطار الدولي في موريال، وقمنا بلقاء العديد من اللقاءات مع كل هالمسؤولين هذوما باش نوضحوا أكثر ونعطيوا فكرة أكثر عن شركة سيفاكس أيرلاين ووجودها رسميا كل أسبوع، كل يوم جمعة تأتي من تونس إلى موريال ومن موريال إلى مدينة تونس في خط مباشر. ولقائنا الثاني مع نجمة من نجوم المغرب في نوع الأغنية اسمها المرسوية، معروفة جدا في المغرب، الفنانة خديجة البيضاوية. هي زارتنا سابقا في مدينة موريال، والأخ كاظم اللي قام العديد والعديد للحفلات لهذه النجمة المغربية، وكان معنا، كانت معنا في لقاء ظريف وحكتنا عن قصتها، كيف بدأت الفن في هذا النوع من الأغنية، الأغنية المرسوية، اللون الخاص الشعبي المغربي. وفي نفس الوقت اغتنمنا فرصة أخذنا بعض اللقطات من هذا الحفل، ولقاءنا كذلك كان مع السيد كاظم منظم هذا الحفل اللي هو قدم الداودي، المطرب الداودي، والنجمة هذه خديجة البيضاوية، والعديد من النجوم المغاربة اللي جاءوا إلى مدينة موريال، وهو سابقا صاحب محل ومطعم الرياض. وحكينا شوية على مشاريعه المستقبلية، هو من أصل عراقي بس ما شاء الله ناشط جدا في الألوان والأغاني والمطربين المغاربة. أما اللقاء الثاني أو المحطة الثانية إذا حبيتوا تقولوا، هو عبارة عن ريبورتاج خاص. تعرفوا دائما كلمة حلال، في بعض يقول لك هذا اللحم مو حلال، وهذا لا والله ما هو حلال، لأن بيذبح بالسكين والسكين هذه يذبح بها كذا، شغلة غير حلال. احنا اليوم حبينا باش نسلط الأضواء على لحم الحلال، ونأكدوا اللي لانتر مارشي لاغوريا فعلا لحمه حلال 100%. كيفاش باش نعرفوا اللي ونأكدوا لكم، احنا قمنا بزيارة الى فيوند فورجي، فيوند جاك فورجيت، هذا الأباطوار المسلخ الكبير اللي يوزع في جميع الأماكن، وخاصة الأماكن يعني اللي فيها المحلات العربية واللي فيها لحم الحلال، وبما فيهم لانتر مارشي لاغوريا اللي عنده 3 محلات، عنده محل موجود على لاكوردير وبيلونجي، والمحل الثاني على جون تالون، والثاني بريفيير دي بريري. كاميرا تلفزيون المغرب العربي الكبير دخلت المسلخ وقدمت تقرير كامل مع الناس اللي يراقبوا لحم الحلال، مع الناس اللي يذبحوا اللحم الحلال بالطريقة الإسلامية. بعدين نشوفوا إن شاء الله روبورتاج خاص حول لحوم الحلال اللي يستوردها لانتر مارشي لاغوريا. وفي آخر الوقت إذا معنا وقت إن شاء الله نقدموا لكم بعض من المنوعات الغنائية أو منوعات أخرى إن شاء الله تكون على ذوقكم. البداية الأولى مع سيفاكس أيرلاين، والرحلة الأولى في خط المباشر بين تونس وموريال وموريال وتونس، هذا الخط التجاري الذي بدأ بالطبع. الطائرة جاءت بأكثر من 150 راكب من تونس، بين رجال أعمال وبين مواطنين عاديين جايين لزيارة الأهل في موريال، وكذلك جمع كبير من الصحفيين جاءوا من تونس. تغطية وربورتاج خاص حول وصول أول طائرة تونسية إلى مدينة موريال، سيفاكس أيرلاين. ونواصل السادة المشاهدين مع
هذه اللقطات الشيقة. يعني اليوم بوجود العدد من المسؤولين من شركة سيفاكس أيرلاين وعدد كذلك من الدبلوماسيين التونسيين، حضرت سفير تونس في كندا وكذلك ساعة القنصل. سي فريد فتني، نقول لك الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا، مرحبا بك. نحن سعداء جدا أن تكون الخطوط الجوية سيفاكس أيرلاين متواجدة على الأراضي الكندية، وبهذه المناسبة نحبك تقول لنا شي كلمة، شو شعورك وانت وأول طائرة تجارية تنزل على الأراضي الكندية؟ احنا كنا جينا لموريال وكنا تحدثنا وقلنا سيفاكس باش بتقوم بأول رحلة تجارية ما بين تونس وموريال، وطبعا هي رحلة تاريخية، والحمد لله اليوم الحلم اللي كان حلم تحقق ولا وقع، واليوم لأول مرة سيفاكس أيرلاينز بطائرتها الأيربوس A330 نزلت إلى مطار موريال وعلى متنها 150 مسافر تونسي أساساً، ورحلة تعدت في أحسن الظروف، واليوم كما تشوفوا يعني استقبلونا معناها مسؤولي مطار موريال أحسن استقبال، وشعور يعني شعور باعتزاز، لأن مشروع مش سهل، مشروع طموح ولكن حققناه وإن شاء الله ننجحوا فيه. وغدوة إن شاء الله ترجع الطائرة هذه إلى تونس، وعن معناها مثل عند معناها عنا 200 راكب، 220 راكب، وبالأحرى 220 سائح كندي باش يروح لتو. كلهم كنديين ولا فيهم بعض التوانسة؟ أكثريتهم غدوة كنديين باش يروحوا لتونس، باش يمشيوا لتونس باش يقضيوا العطلة متاعهم، وإن شاء الله طبعا الجالية التونسية اللي احنا نعملوا عليها ونأكدوا نحبوا نأكدوا لها اللي احنا على ذمتها، وطبعا احنا شركة صغيرة عندنا سنتين من اللي بدينا نشتغلوا، ويمكن في بعض الحالات معناها الأسعار ما كانتش في الموعد اللي حبينا تكون في الموعد، لأنه مش بالسهل هذا كله، ولكن اليوم كل شيء جاهز باش إن شاء الله الجالية التونسية تروح لتونس الصيف هذه. عن في العديد يتسألوا، تعرف الجالية التونسية في نفس الوقت تحبذ، يعني لو كان في أسعار خاصة بالجالية وخاصة بمناسبة الافتتاح والرحلة الأولى، شافوا شوية الأسعار 1400 وما فوق، يعني ابتداء من 1400 شافوها شوية، يعني تقريبا نفس الأسعار المتواجدة في السوق الكندي حاليا. احنا والله هو الأسعار ماهيش أسعار نهائية كما يقولوها، احنا الأسعار نجم كيما البورصة نهار تطلع، حسينا اللي حسب التفاعلات متاع التوانسة اللي الأسعار يمكن عالية شوية، فباش ناخذوا القرار باش نهبطوا شوية في الأسعار باش تكون أسعار مقبولة، اللي نعرفوا العائلة كي تتركب من 3 أو 4 أشخاص $1,400 و$1,500 تكون يمكن عالية شوية، فباش ندرسوا الأسعار من جديد وإن شاء الله يكونوا أسعار في متناول التونسي باش ينجم يهبط إلى تونس. سي فريد، عندما تقول باش ندرسوا الأسعار، الناس اللي حاليا خذوا تذاكر في بعض منهم بأسعار $1,100 خلال الصيف، والآن تباع ب$1,400 وما فوق، شنو نقولوا لهم ما تشريوش تسناو أسعار جديدة؟ لا مش هذا، اللي شراوا الأسعار ب1100 ولا 900 ولا 1000 شراوها في جانفي فيفري، يعني اليوم كان يمشيوا الخطوط أخرى خاتم الخطوط سيفاكس باش يشريوا تذاكر اللي عطلتهم للصيف هذا باش يلقاوها في حدود $1,300 و$1,400. يعني احنا نحاولوا نتأقلموا مع الأسعار متاع الخطوط اللي المتواجدة في السوق، احنا ما نحطوش أسعار يعني هكاكة من روسنا، وإن شاء الله على كل حال نحاولوا باش نعاونوا التونسي باش تكون أسعار مقبولة وينجم يهبط تونسي يعدي العطلة متاعه. نعم، ظنوا باش تكون في رحلات أخرى في المستقبل إلى مدينة موريال، مثلا رحلتين أو 3 رحلات في الأسبوع؟ والله احنا اليوم بدينا برحلة واحدة، ويظهر لي الطلب موجود
والجالية جالية هام عندنا 12,000 هما الجالية 15-25,000 ولكن فما 12,000 يروحوا كل صيف يقضيوا العطل متاعهم. وإذا نحسوا اللي الطلب موجود احنا في استعداد في كل وقت باش نحطوا طائرة ثانية تلبي الطلب. احنا التقينا مع عدد من المسافرين اللي وصلوا اليوم من تونس الى مدينه مونريال. خلينا نشوفوهم شنو رايهم في هذه الرحله وبعدين نرجع معك. تفضل. نحن الآن في مطار مونريال بيير إيليا تريدو. وصلوا الراكبين من سيفاكس أيرلاين. الأخت الكريمة مساء الخير. مساء الخير. اسم الأخت؟ فضيلة. فضيلة. فضيلة توزري. حضرتك جيت اليوم على سيفاكس أيرلاين، أولا نحب تعطينا انطباعاتك حول الرحلة. أيوة نشكر سيفاكس أيرلاينز فريمون كانت معناتها اون ترافيرسي امبيكابل ان سيرفيس تري على بيرفيكسيون براتيكمون. Bravo à tout l'équipage, bravo au capitaine. On est arrivé pratiquement, je pense, on est arrivé en avance d'une heure. Voilà. Donc même si le voyage était un peu long, mais c'est pas grave. Je veux dire, ça a été très agréable et on a pas senti le temps passer en fait. Voilà. Donc bravo et félicitations à Sifax et bonne longue route, inshallah. يعطيهم الصحة ما شاء الله. يعني تعوديها مرة أخرى؟ لا إن شاء الله ديما يزي من هيك الترانزيت الحمد لله لا سافا مريقلا مريقلين كونفور. عسلامتك أستاذ. سلمت عايش بارك الله فيك. أول مرة تجي مونريال؟ لا هذه رابع مرة. والمرة هذه تختلف جيد في خط في خط مباشر. خط مباشر خاطر بلا عملت تونس المغرب المغرب مونريال. كانت المسافة طويلة. طويلة وأتعب. ومن بعد هذه ديريكت بعد هنا فول اقل سوايع تربع شو بتسع سوايع. نعم. ها وراح اخي ومرتاح عندنا باجاج عندنا جريان عندنا حتى شيء. كيفاش انطباعاتك على السيرفيس في وسط الطياره؟ سيرفيس به بو كومونسي به هذا الحظ سافا 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 سطر ما تعبتيش في سافا به ومتعنا فيها اما شوي متعبه طويله طويلة المسافة طويلة حتى الأخرى بالسكال يمكن نرتاحوا هكا وبعد نمشيوا لطيارة أخرى وهذه على طول شديناها وفرحوا بينا لا محالة ويعطيها الصحة وهو يعطيه الصحة اللي عمل المشروع هذا به وإن شاء الله يعمل ما خير وربي نجحوا فيه. أول مرة تزوري مونريال؟ مرة ندخل مونريال. شكون عندك هنا في مونريال؟ ولدي اللي جابني. ولدك لهنا؟ ولدي لهنا جيت نزور فيه. كيفاش كانت الرحلة؟ كيف شفتي الرحلة؟ كانت الرحلة روعة ويعطيكم الصحة ما عندي ما أقول فيها. ما عندي ما أقول في المستوى. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. باهية بالقدي. عجبتك الرحلة؟ عجبتني رحلة مرتاحة وأخلاق وكلهم بالقدية معانا الحق. سيرفيس ممتاز. مصلي على النبي عليهم. احنا قمنا باستطلاع رأي على الناس اللي جاوا معاكم من تونس إلى مدينة مونريال وما شاء الله انطباعاتهم كانت مميزة جدا حول السيرفيس وحول رياحتهم في الطائرة إلى آخره. شنو تحب تقول لبقية التوانسة اللي يفكروا باش يسافروا مع سيفاكس أيرلاين؟ والله نحب نقول لهم اللي اليوم أنا جيت في الرحلة وكي تعمل رحلة مباشرة ما غير يعني هبوط في عاصمة من العواصم أوروبا أرتح برشا من أي حاجة. هذه حاجة الأولى. أولا جي في طائرة جديدة يعني أهم نقطة زادة هو انضباط الأوقات تخرج في الوقت وترجع في الوقت. الطائرة هذه السيرفيس مثلا حتى اليوم جيتوا قبل الوقت ما شاء الله. قبل الوقت والحمد لله يعني فما شوية ريح كانوا معنا جينا قبل الوقت. الخدمات في الطائرة خدمات طيبة وشفت معنا الركاب اللي جاءوا كلهم فرحانين. ونقول للتونسي معناها اختاروا سيفاكس ويجاوا مع سيفاكس طبعا باش ننظروا في الأسعار
نهار الموضوع اللي تكلمنا فيه، ولكن باش يلقاو راحتهم يظل احسن من اللي ياخذوا خطوط اخرى وفي عاود يعملوا 8 ساعات يوليوا يعملوا 14 و15 ساعه ان شاء الله. سي فريد، السؤال اللي حاليا العديد يتسألوا فيه، شكون الوكيل متاعكم بالنسبة لموريال لهنا اللي يمثلكم في موريال كوكالة سفر؟ احنا في انتظار فتح مكتب سيفاكس اللي طبعا باش يكون في يونيفرسيتي شارع يونيفرسيتي سانت كاترين. اعطينا الممثليه نتاع سيفاكس الى المتعهد الرحلات سلطانة تور في سي بشير فرفول، يعني هو اليوم اللي ممثل شركة سيفاكس ايرلاينز بالنسبة لكندا في الفترة هذه. شكرا، يعطيك الف صحة. كيف يطمئن جمهورنا والتوانسة اللي موجودين هنا اللي ممكن تتصلوا بسيد بشير فلفول اللي شركة سنباد معروفة، إذا حبيتوا معلومات أكثر عن سيفاكس أيرلاين هم ممثلين تاعها الرسميين بالنسبة لكندا. مدام لوس بيرو هي المشرفة على كل الطيران اللي يوصل يعني جديد في مدينة موريال على الأراضي الكندية. مدام لوس بيرو، bienvenue à cette émission maghrébine. Merci beaucoup, je suis très honorée de faire partie de cette émission. Aujourd'hui, c'est la petite fête pour c'est-à-dire le nouvel avion qui arrive, Sifax Airline. C'est quoi vos commentaires? Bien, je suis très heureuse parce que c'est un projet. On a travaillé très fort pour obtenir les services. Premièrement, d'établir, d'avoir l'entente de traité aérien entre le Canada et la Tunisie. Et une fois nous avons obtenu ça, bien, c'est le fait d'accueillir Sifax Airlines. Nous sommes très heureux. C'est vraiment un jour mémorable pour l'aéroport de Montréal, pour la communauté, mais également pour la communauté tunisienne. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps pour que tous les processus les égales, pour que ça soit écrit et tout, pour que l'avion arrive ici à Montréal? De fait, nous avions eu des contacts l'an dernier avec la compagnie. Alors, ça a été, des bonnes discussions. Puis enfin, on voit le jour. Ça s'est concrétisé finalement aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup au nom de tous les membres de la communauté arabe et tunisienne qui sont à Montréal, qu'on est content que le premier vol commercial est arrivé déjà ici à Montréal. Et merci. Merci infiniment et j'encourage la communauté tunisienne et tout le Québec à utiliser Sifax. C'est vraiment une bonne compagnie. Merci beaucoup, madame. C'est l'Arabi Nahrou, مساء الخير. مساء الخير, مرحبا بكم وبحضرة المشاهدين الكرام. C'est l'Arabi Nahrou, إذا تقول لنا شوية انطباعاتك وإحنا أول سفرة جوية تونسية تجارية على الأراضي الكندية, شو انطباعاتك؟ هذا يغمرني شعور بالفخر والاعتزاز, لأن أول رحلة وأول مرة طائرة تونسية تعبر الأجواء الأطلسي وتوصل لنا بعد سنوات, منذ 40 سنة أول التوانسة اللي جاءوا لكندا, وبعد هذه السنوات نجد أنه طائرة وإن شاء الله تلحقها المنتوجات التونسية والسواح الكنديين اللي يمشيوا لتونس, وآفاق كثيرة تتفتح بحول الله في مجالات التعاون المشترك. نعم. إذا تحب توجه كلمة مباشرة للجالية التونسية, شنو تحب تقول لهم سيد القنص؟ نحب نقول لهم اللي بلادكم محتاجة لكم, وكل فرد منكم عنده دور كبير ياسر باش يساند تونس في هالفترة اللي إن شاء الله نتعداوها, خاصة اقتصاديا مهمة ياسر, أنه دعم كل مواطن تونسي, كل واحد نقول له هز جارك التونس, ولا إلا حول 100 دولار التونس, وإلا حاول تعمل استثمار في تونس. هذا اللي نقوله. ومعنا سي رياض السيد, هو سفير تونس في أوتاوا في كندا. شكرا سي حمادي, والله هذه فرصة باش واحد يتكلم يعني بكل سنسيريتي, وأنه ذي حدث بالحق تاريخي, لأنه لما تشوف أنت في تابلو دافيشاج تشوف يعني فول جاي من تونس, ما سي با فاسيل معنا دوفوار سا, وانت تعرف انت تسكن هنا عندك برشا, وانه الجاليه التونسيه اللي موجوده في كندا كانت تنتظر في الخط هذا عاد اكثر من 30 و40 سنه, صارت يمكن يعني بعض الصعوبات اللي ممكن حال دون يعني تحقيق هذه الظاهره, لكن في الحاله هذه نعتبر انه الجاليه التونسيه ان شاء الله يعني يكون مبسوطين, لانه كما حبيت نأكد أنه في سنة 94 كان عندنا 30,000 توانسة فقط,
اليوم تقريبا بعد أكثر من 20 سنة عندنا 25,000، يعني الأعداد تاع تونس كثر برشا. والحاجة الأخرى زادة ضروري، لكن احنا زدنا بخلاف يعني جالية تونسية، احنا عندنا ورانا جالية مغاربية، وعندنا زادة سواح الكيبيكوا والكنديين بصفة عامة، لأنه تعرف أنت وأنه في تقريبا مدة 6 أشهر في السنة فما برشا ثلج في البلاد هذيا، ويعني من موان 40 وموان 20 وموان 30، يعني هما عندهم من تقاليدهم أن يخرجوا من بلادهم يمشيوا البلدان، يعني هما يقولوا إكزوتيك كما كوبا كما الكوستاريكا كما البنما كما ريبوبليك دومينيكان. نعتبر ان شاء الله تونس تكون من بين الديستيناسيون اللي باش يختاروها باش يمشيوا لتونس، خاطر احنا نحتاجوا للسواح، معناها الكنديين هما تقريبا الان ما يتجاوزوش اكثر من 10,000 في العام شويه بالكل، ونعتبر بالخط هذايا يعني فاسيلمون نجم يوصل ل 20,000 يعني بكل سهوله، لكن لازمنا نعملوا كومباني بيبليسيتي، لازم نخدموا عليها، لازم يعني تتضافر الجهود يعني بين السفاره والقنصليه الوينتيتي وحتى يعني المؤسسات الاقتصاديه باش نجلبوا السائح الكندي باش يجي تونس يبدل على الاقل الديستيناسيون تراديسيونيل نتاعو ويتعرف على تونس. ونعتبر خاصه اذا كان تتكلم على الكباك مثلا، الكباك هما فرانكوفون يعني وقت اللي يجيو لتونس ما فماش حتى مشكل، وفما بعض ديزاكسيون يعني بروموسيونيل صارت مع الكباك باش نجلبوا معناها الكنديين وخاصه الكيبيكوا بالنسبه للتوريزم ميديكال. التوريزم ميديكال ماك تعرف هنا غالي برشا، يعني بور لي سوان دونتير لي سوان معناها لي زوبيراسيون سا كوتر تريشير هنا في كندا. ونعتبر انه في تونس عندنا الكفاءات وعندنا الانفراستركتور معناها اوسبيتاليير وعندنا يعني لي كاباسيتي باش نقبلوهم في تونس، وبدينا نعملوا في ديزاكسيون يعني مع القنصليه ومع لوينتيتي ومع بعض رجال اعمال اللي هما مختصين في التوريزم دو 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 التوريزم ميديكال، وراه فما بعض النتائج بدينا معناها نلمسوا فيهم توا، لكن يزم يفو بوليتيك ا لونغ تيرم، يفو استراتيجي، وانه يزم كل موسم نخدم عليه. السيد السفير، كيفاش تحب تطمئن الكنديين وحتى التوانسه باش يزوروا تونس؟ تعرف الاوضاع في تونس كانت في حاله شويه يعني يرثى لها في الفتره الاخيره، لكن تحسن الوضع، كيفاش تحب تطمئنهم اللي يرجعوا يزوروا تونس سنويا والسواح يقدروا يزوروا بلادنا يعني كما كانوا قبل، كانوا حوالي 15,000 سائح يجي يزوروا تونس. صحيح صحيح، على ذاك نتكلم على كومباني بيبليسيتير، خاطر يلزم معناها نحن نوريو للسائح معناها الكنديان وانه الوضع الامني تحسن برشا في تونس، لانه بطبع الوضع السياسي تحسن، ونحن خاصه يعني الدستور الجديد اللي تبنيناه في تونس واللي صدقنا عليه يعني خذا رجاء كبير في الكندا. ونحن كان عندنا وفد برلماني زار الكندا تقريبا منذ دو ثلاث سمان، وكانت فيه لقاءات يعني مع المجتمع المدني لكن مع المسؤولين السياسيين ومع البرلمانيين، واعطيناهم فكره واضحه على تطور الاوضاع في تونس من الناحيه السياسيه والامنيه. والحقيقه كنا نأملوا لهنا يعني حتى في السفاره وانه الوضع معناها تحسن برشا، وهذا يخلينا يعني نحن نعملوا اكثر على سيفاكس ايرلاينز باش نجموا نجلبوا السائح الكندي باش يجي لتونس. ونعتبر هما قاعدين يتبعوا في تونس، قاعدين شنو اللي صاير. في عام 2013 كانت عندنا بعض المشاكل، لكن حتى في 2013 انا حبيت جست نقول معناها فما كان تنظيم الفوروم سوسيال مونديال صار في اخر مارس 2013 في تونس، وكان فما 200 يعني مشارك من كيبيك، وحتى اي انسيدون صار يعني الحقيقه كانت يعني تجربه ايجابيه، وحتى كي رجعوا الناس هذوما لهنا وتكلموا كامل الخير على تونس، يعني نحن ناملوا انه الوضع ان شاء الله يعني معناها يكون واضح للناس الكل. ونحن بالطبع في السفاره في القنصليه يعني نحن على ذمه الكنديين يعني باش نعطيهم نمدهم باي معلومه يعني على الوضع الحالي في تونس، لكن على الناحيه السياسيه معناها من الناحيه السياسيه والدبلوماسيه نحن قاعدين نقوموا بالواجب، لكن ممكن من الناحيه السياسيه لازمنا نقوموا باكثر يعني مجهودات، لانه مش سهل باش تفسر معناها شنو اللي صاير في تونس، لانه ممكن لازم نحسنوا حتى الكوميونيكاسيون، يعني ان شاء الله معناها وسائل الاعلام التونسيه تكون موجوده اكثر هنا وتستغل حتى وسائل الاعلام يمكن الكنديه الموجوده في كندا، لكن يشتغلوا فيها توانسه والا مغاربيين باش يعطيوا على الاقل صوره اوضح، وعلى الاقل ندخلوا يعني مع لي زورغان دو بريس لهنا ولي ميديا اوديفيزيوال باش نعطيوا صوره ايجابيه. وانا حبيت نقول في هذا السياق وانه تقريبا منذ اسبوع ونص تقريبا فما
une directrice de l'association canadienne des agences de voyage نقلت لتونس واللي اول مره باش يعملوا ان كونغري اور دو كندا وباش يتعمل في تونس في توزر في سبتمبر 2014 نعتبر هذا وحده تحقيق خارق العاده انجاز خارق العاده والحقيقه مشات لتونس وكان معناها نظمنا لها برنامج وقابلت يعني المسؤولين في الميدان السياحي وقابلت حتى الوزيره وكانت يعني شجعتها وهي رجعت المره هذه لهنا واتصلت بنا يعني وعبرت على اعجابها كبير جدا اولا بالشعب التونسي قالت هو منفتح برشا وعجبها برشا المنتوج التونسي ومشيت للسود الحقيقة ومشيت قابلت ناس غاديكا يعني بصراحة التي ارتاحت برشا وهذا يعني بالنسبة لي نحن أول نجاح كبير في 2014 يعني لما تز معك تقريب الكونغري معناه البرمي كونغري متاع 30 أجنس دو فواياج ما همش شوية 30 أجنس دو فواياج باش يعملوا معناها الكونغري متاحهم مونريال أو من كندا بكلها يعني لا أعتقد في من مونريال من يعني من الكيبيك لبروفانس دو كيبيك فهمتني دونك هذا يعني الحقيقة خبر إيجابي يعني لازم ننزلوا على منوال ولازم نخدموا زادة حتى مع المقاطعات الأخرى لكن تعرف المقاطعات الأخرى أنجلوفون لكن أون دوار دوبلي ديفور معناها ونحاولوا نجلبوا أكثر فأكثر معناها السواح سيد سفير آخر كلمة للجالية التونسية شنو تحب تقولها اليوم بوجود سيفاك سارلاي والله انا يعني نتوجه للجاليه التونسيه كل نحب نقول لهم اللي الحقيقه هذا انجاز كبير ونحب ان شاء الله يعني تشجعوا السيفاكس ايرلاينز لانه كانت يعني كما قلت انا قبلك في الكلمه تاعي سيت اون انيشاتيف اوداسيوز لانه مش سهل سان ديفي رولوفي وان شاء الله يعني بالوقت يظهر اللي هما معناها يعني هذا اللي سان ديفي معناها بوزيتيف سان ديفي معناها كون دو غاني مش وحده بركة السيفاكس يعني نحن الحقيقه نعاونوا فيها وباش نقعدوا ديما نعاونوها باش على الاقل النجاح معناها ما يمشيش كان السيفاكس برك لكن يمشي للجاليه التونسيه ويعني وللسمعة تونس بصفه عامه. قبل ان انهي هذا اللقاء فيه العديد يتساءلوا اين هي شركه الجويه التونسيه اللي كانت مفروض باش تكون متواجده في هذه الايام في على الاراضي الكندية. والله هو ملف لا الاخبار انا ما نعرفش في التفاصيل لكن حبيت نقول حاجه وانه تونسير قدمت زاد ملف لكن احقاقا الحق هي سيفاكس قدمت قبل. يعني قدمت ملف تاعها يعني ومعالجه الملف كانت اسرع بالنسبه للملف تاع تونسير قاعد تحت الدرس بالنسبه للسلطات الكنديه انا ما نعتبرش فما مشكل انا يقولوا لي في طائرات مش موجوده معلوماتي قالوا معناها وقت اللي فما كوموند نتاع طياره باش تجي يعني في لكن في 2015 يعني حسب رايي الشخصي يعني ما يمكنش ننتظروا يعني طائره يعني او خط جوي مباشر من تونسير قبل 2015 اللي لازم يكون طائره على الاقل جاهزه نكتفي بصفاك سارلاي عايشك سيد السفير بارك الله فيك ومثل ما شفتم سيد السفير وضح لكم ما شاء الله عن الطريقه كيف العلاقات الكنديه التونسيه وخاصه كيفاش باش نجلبوا السياح الى بلادنا تونس وكيفاش باش نشجعوا هذه الشركه الوحيده اللي موجوده على الاراضي الكنديه سيفاكس ايرلاين خليكم معنا موعدنا ارضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا ارضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا ارضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا موعدنا ارضك يا بلدنا مهما تغربنا بدايتها كانت صعبة يعني عائلتها ما حبوها باش تغني باش تصير في مجال الفني وهذا عادي يعني بيني وبينكم